بتقول لك ان الناس دول يا فندم مش صحاب الشقه دي، انتوا احتمال يجي لكم تنفيذ الاسبوع الجاي. اما المحامي بتاعي راح الملف وبص على الملف، ليه التحريات دي مش موجوده؟ مش موجوده في الملف. الحاجات اللي تخصني بيشيلوها منه. ليه؟ عشان الراجل اللي بيدخله الملف ده يقرب للمحامي اللي رفع القضيه دي. ساده مشاهدينا اهلا بكم، برحب بيكم وحلقه جديده من داخل استوديو صدى البلد. وقعت نصب جديده وفريده من نوعها، طريقه جديده طالعين نتكلم فيها عشان نحذركم منها، كمان نشوف حل مع السادة المسؤولين. أستاذ محمد اشترى شقة تمليك في دائرة السلام، دفع فيها مبلغ وقدره، الكلام ده في سنة 2021. دلوقتي هو مطالب بالطرد على انه مستأجر او على اي صعيد من الاصعدة بعد ما دفع حق الشقة كاش كامل مكمل. هعرف القصة وهعرض على حضراتكم القصة مع الأستاذ محمد. برحب بيك على صدى البلد. اهلا وسهلا. الموضوع احكي لي انت الاول، اشتريت الشقة دي من امتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة طيبين الأول، ربنا يجعل أيام خير علينا يا رب إن شاء الله. أنا اشتريت الشقة دي سنة 2021 شهر 3، اشتريتها من حد اسمه الأستاذ محمد هيكل. الأستاذ محمد هيكل عمل لي الراجل عقد بيع تمليك، وعمل لي عقد وعمل لي توكيل في الشهر العقاري، وغيرنا الخدمات باسمي، مية وغاز وتليفون كل الخدمات بتاعت الشقة باسمي، ومستقر فيها أنا وأولادي. عندك كم طفل؟ أنا عندي، ربنا يخلي، عندي زياد في سنة أولى كلية التمريض، وعندي آية أولى ثانوي، وعندي يمنى تالتة إعدادي، وزوجتي طبعا ربنا يخليها. فدفعت في الشقة دي، يعني أنا متجوز سنة 2004 أو 2003، اشتريت الشقة دي سنة 21، يعني تحويشة جمعيات وشقة عمر طويل، يعني كام سنة يضيع منك شقة عمر، يضيع مني في لحظة، وياريت أنا السبب مثلا، أو ياريت الراجل اللي أنا اشتريت منه السبب. أنا فوجئت سنة 23 في شهر 8، مباحث اسم السلام جايين يعملوا تحريات عن الشقة بتاعتي. فاستغربت، خير يا جماعة؟ قالوا الشقة جاي عليها حكم تنفيذ طرد عشان صاحبتها مأجراها الواحد واخد عليه حكم تنفيذ طرد. صاحبة مين؟ يعني كنت هتجنن، يعني صاحبتها ومين طرد مين؟ ومين؟ المهم قالوا لي روح محكمة التجمع وشوف ايه القصة ديات وبتاع. روح محكمة التجمع ليه؟ انت تبع التجمع؟ احنا السلام الـ تبع محكمة التجمع. رحت محكمة التجمع اللي هي المختصة بالموضوع، إدارة التنفيذ، لقيت في ملف هناك واخد رقم 146 تنفيذ السلام، تنفيذ عيني. رحت ببص في الورق، صورت الورق، لقيت واحدة اسمها جيهان رفع على واحد اسمه محمد عبد العليم ان هي مأجره له الشقة من سنة مش عارف 2009 ولا 2008، وينتهي العقد في 2019، ورفع عليه قضية طرد لعدم دفع الأجرة. تعرف جيهان ومحمد دول؟ والله العظيم ولا عمري شفتهم ولا أعرفهم حتى. لحد دلوقتي ما تعرفهمش؟ لحد الآن، لحد ما أنا قاعد مع حضرتك كده. وعاملين عنوان طبعًا المراسلات بتاعهم شارع بيروت مصر الجديدة. رحت ده عنوان بقى للأستاذة جيهان. جيهان وجوز والراجل. والراجل ده يبقى مين؟ الراجل ده اتضح في الآخر بعد ما جبنا الورق، اتضح إنه زوجها. جيهان متجوزة محمد عبد العليم، رفع على جوزها مش تمكين، عشان بس الناس تفهمش غلط، رفع على جوزها حكم طرد لعدم دفع الأجرة. الأجرة كام؟ 100 جنيه. طب وانت ولا تعرف جيهان والناس حتى؟ طب يعني هم كانوا ساكنين طب في الشقة دي قبليك، ليهم علاقة بالعقار؟ ولا ساكنين في العمارة، ولا نعرفهم، ولا حد يعرف، ما عرفهمش والله العظيم لحد يوم 20 ما شفتش إلا المحامي بتاعهم. طب المحامي ده بيدافع على ايه؟ المهم لما رحنا محكمه التجمع، المصائب لا تاتي فرادا زي ما بيقولوا، اكتشفت ان هم كانوا رافعين قضيه سنه 21، بس مين اللي رافعها بقى؟ محمد عبد العليم ده رافع قضيه على اخته صابرين عبد العليم. قضيتي بقى ان هو مأجر لها الشقه، نفس شقتك دي، نفس شقتي ب 100 جنيه واللي رافعها نفس المحامي اللي رافع القضيه الاولى هو اللي رافع القضيه الثانيه. معنى انت؟ لا اله الا الله، انا يعني عارف اللي هو بضرب كف على كف.
ايوه يعني انا عايز افهم هم اشمعنى العقار ده واشمعنى شقتك انت دي يعني واشمعنى في العنوان ده. يعني للاسف عرفت مؤخرا يعني ان هم رافعين نفس القضيه على واحد جاري في نفس العقار نفس العمارة، بس انا في الثامن هو في تقريبا في التاسع او في العاشر. مشتري الشقه دي بكام؟ مشتري ب 400,000 جنيه. والله حضرتك ده ايه ده؟ ده العقد بتاعي تمليك واخد عليه صحه توقيع من المحكمه. ده العقد بتاعي اهو، لو الكاميرا تجيبه. ده العقد بتاعي ده 400,000 جنيه دافعها اومت. 400,000 جنيه ماشي، عشان بس لو فيها اختام شعار الجمهوريه وكده ممنوع تظهر. في اختام هنا اهي، ده الحكم اللي طالع من المحكمه، وده العقد مختوم من المحكمه، ده العقد مختوم من المحكمه. اثبات بقى ملكيتك للشقه. طب صاحب العقار نفسه فين اللي بعلى؟ لا صاحب ما هو اللي بعلى اهو اديني العقد اهو الراجل. لا اقصد ان هو معاك حاضر دلوقتي وعارف اللي بيحصل فيك ده؟ عارف، اتصلت بيه وموجود وعارف. ادي العقد بتاع الراجل اهو، واخد برضه عليه صحه توقيع سنه 2015. ده صيغه الحكم بتاعته، لو ينفع الكاميرا تجيبها. وادي العقد بتاعه، وادي التوكيل اللي هو عامله لي في الشهر العقاري، توكيل بالشقه اهو، لو ينفع برضه الكاميرا تجيبه. بس لو الاوراق الرسميه تظهر جد نفسي الاقي حل. انا هوريها لحضرتك الانكت والحاجات برضه اللي تجنن. ايوه طب انت دلوقتي يعني طب ما رحتش ليه للناس ديت ولا شفت ايه قصه؟ والله العظيم رحت العنوان شارع بيروت مصر الجديد، والله ما لقيت حد ساكن في العنوان دوت. ادي حضرتك ما لقيتش الشارع نفسه ولا شارع بيروت موجود، ما فيش حد في العنوان اللي هم حاطينه. تتخيل بقى ان الاثنين عنوانهم شارع بيروت، يعني واحده هنفترض ان يعني ده تشكيل عصابي ولا عشان بس انا ابقى فاهم ده تشكيل عصابي واحده وجوزها عاملين تشكيل عصابي. نفسي اقابلهم يعني. انا رحت شارع بيروت مصر الجديده، نفسي اعرف ازاي واحده ساكنه في شارع بيروت في مصر الجديده بتطرد واحد في شارع بيروت مصر الجديده. اكتشفنا بعد كده ان الراجل ده وده زوجته والقضيه اللي قبل كده. بص حضرتك يمكن في لغط في عنوان، لغط في حاجه. دي قضيه كان رافعها. يعني ده ممكن يكون خطا من محامي، خطا من احد الموظفين، حط عنوان غير العنوان او ما شابه ذلك. طيب هنفترض ان هو ده خطا من موظف او خطا من محامي، الخطا هيبقى في قضيتين يعني، قضيه وخدت رفض وسقوط بدون ما نعلم عنها حاجه. خلاص ماشي احنا غلطنا، نروح نكرر نفس الحاجه بس باشخاص تانيين. يعني لو هو خطا هيبقى خطا في المره الاولانيه ونفس الخطا في المره الثانيه. طب انت دلوقتي جيت عملت انت واختك، ادي اهو يا استاذنا ده اسمه ايه؟ محمد عبد العليم متولي. وده اللي رفع عليها مين؟ صابرين. ماشي، مع صابرين دي مش مثبته في الورق ان هي مستاجره. بص حضرتك موجود صاحبي مش عارف ايه، عقد الايجار المؤرخ 1/4 سنه 2009 وينتهي مثلا في 2018. طب انت دلوقتي اتجهت في ايه؟ يعني خلاص ماشي الورق تمام، انا عايز اعرف بس انت اتجهت في انهي اتجاه؟ عايز اوري حضرتك بس، ادي العقد يا استاذنا، عقد من المكتبه ب 3 جنيه. ادي العقد اللي هم رافعين بيه القضيه، ده صابرين ومحمد عبد العليم. ده صابرين عبد العليم متولي سالم متولي ومحمد عبد العليم متولي اخوات. القاضي طلب منهم في القضيه دي يقدموا سند الملكيه ويعملوا والخبير ينزل يشوف مين اللي ساكن في الشقه دي. تمام، هو بيتبع اجراءاته. القاضي المحترم ربنا يبارك فيه بيتبع اجراءاته، لا دفعوا امانه الخبير ل 1000 جنيه ولا قدموا سند ملكيه. راح جاي القاضي مديها ايه؟ رفض وسكوت. طبعا ما استوفاش ورق قدامه فهو مش هيدي بيها حق المدعي. المدعي اللي هو محمد عبد العليم في التمسك والحكم التمهيدي الصادر بجلسه كذا 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 رفض الدعوه والزمت المدعي بالمصاريف. دي القضيه دي لما انا رحت التجمع وبعمل استعلام طلع لي القضيه دي. خلصنا من القضيه دي. انا عاوز بس تشوف بس مين اللي رافعها حضرتك. عبد العليم المحامي. ماشي المحامي. ما علينا هو مثبت في الورق نفس المحامي. تمام، ده المحامي اللي رفع القضيه. خلصنا من دي.
ايوه. طب انت دلوقتي انت جالك حكم بالطرد؟ اه هم واخدين حكم بالطرد. طردك انت بقى بشخصك باسمك؟ واخدين حكم بالطرد على نفسهم ويجي يطردوا اللي موجود في الشقه. يطردوا الموجود في الشقه ازاي واذا كان هو مش مذكور اصلا في الحكم؟ رافعين بالقضيه على الشقه رقم 25 الدور الثامن بالتحديد، الدور الثامن يمين السلم عماره رقم 20 شارع عبد المنعم رياض. يعني هم ياخدوا احكام على بعض ويجي يطردوا اللي قاعد في الشقه. ليه مش عارف رجعت للنيابه العامه في الكلام ده؟ رحنا ما للاسف انا جاي طالع النهارده عشان اشوف حل لمعالي النائب العام، يشوف قصتي ويشوف قصه الناس دي ايه. لو انا ماليش حق يطردني. سيد وزير العدل، السيد رئيس الجمهوريه، انا مش عارف اعمل ايه. انا بجد والله العظيم احترت واحتار دليلي. جينا القضيه دي اللي هم خدوا فيها حكم جهان محمد علي حسن ضد مين؟ محمد عبد العليم. يعني محمد عبد العليم مره مالك مؤجر لاخته في نفس السنه، ومره مستاجر، وادي العقد بنفس التواريخ. بص حضرتك 1/1/2008 ينتهي في 2019، نفس التواريخ بنفس المحامي اللي هو شريف. شفت قمه النصب وقمه يعني احنا ما كناش احنا رب رحمين على نفسنا. احنا العالم كله دلوقتي متجه انه شايف الظلم اللي بيقع على الفلسطينيين. احنا ناكل في بعضنا كشعب؟ السيد رئيس الجمهوريه بيعدي في الشارع بيشوف واحد راكب موتوسيكل من غير خوذه بيقف بعربيته الراجل ويقول له انت ماشي من غير خوذه ليه والعيال اللي معاك دي؟ والله العظيم شفتها، انت ماشي من غير خوذه ليه والعيال اللي معاك دي؟ انا نفسي اعرف ايه اللي عندي غلط. السيد المستشار ربنا يبارك فيه مدير اداره التنفيذ، بص حضرتك التحري من اسم شرطه من اسم الشرطه المختص اللي هو كاتب السلام اول فوق اهوت المختص بالسند، التحري صله طرفي السند التنفيذي بالشقه دي. اسم السلام قال ايه يا حضرتك؟ اسم السلام قال ايه؟ قال باجراء التحريات اللازمه والسريه في القضيه رقم كذا، القضيه دي اللي هم ايه واخدين في كاسبين فيها حكم مدني القاهره الجديده، فقد تبين ان المقيم بالشقه الان هو المدعو محمد السيد عبد العال عطيه اللي هو انا بصفتي مالك العين ومشتري من المدعو محمد عبد الهادي محمد هيكل، وراجع بالاوراق ديت الداله على هيئه المحكمه الموقره. رحت وديت التحريات دي، طبعا المحامي بتاعهم لما شاف التحريات دي ضده المفروض هو ياخدها يوديها المحكمه، لما شاف التحريات دي ضده ما رضاش ياخدها. المحامي بتاع مين؟ بتاع الناس دول. هو ياخدها ليه؟ ما عشان يوديها المحكمه عشان يجي ينفذ عليا. لما تودي انت رحت؟ لا ما هو في الفتره دي ما كنتش اعرف ان في قضيه اصلا. ما اعرفش ان في قضيه اصلا لما جم خبطوا عليا، لما الناس جم وعملوا التحريات ليا لصالحي ما يرضاش ياخدها يوديها. ما هو اللي بيودي مين؟ صاحب الشقه، صاحب الشأن اللي هو هياخد الشقه، المحامي بتاعهم او هم بشخصهم. للاسف الشديد ما رضاش ياخدها، رحت انا وديتها بنفسي لقاضي التنفيذ في المحكمه. كويس. بقى وقف التنفيذ، ما هو كده انت قاضي التنفيذ قال انا عندي حكم، الحكم ده بالنسبه للقضاء قران. لازم يتنفذ طبعا. لازم يتنفذ. يتنفذ يعمل امتى؟ ما ننفذوش امتى؟ لما نجيب حكم. طب انا اجيب حكم امتى والقضاء بتاعنا؟ انا بقالي دلوقتي رافع قضيه من شهر 10 لسه ما خلصتش لحد النهارده، وفي وقت اي وقت ممكن معرض للطرد في اي في الشارع. لا لا اسمع بس اسمع، هو ما فيش حاجه اسمها طرد طالما انت ليك حق. اعمل ايه؟ قول انا عاوز. فيش محامي معاك؟ انت ما فيش معاك محامي؟ ربنا يبارك فيه الاستاذ عبد الله موسى، مودي ورق عند سياده المستشار المحترم في المحكمه هناك في التجمع. ولكن انا دخلت بنفسي لقاضي التنفيذ، انا دخلت بنفسي لقاضي التنفيذ. انا عايز اوري حضرتك حاجه بس، ده المي باسم الملف باسمك، ده المي محمد عبد الهادي. مين محمد عبد الهادي؟ اللي انا شاري منه. اه ده باسم. طب ما ممكن يكون في يعني اللي انت مشتري منه دوت في ليه طرف او حاجه يا فندم؟ في طرف ازاي؟ الراجل قاعد فيها من 2015 وباعها وراح سجن في العبور. عايز اوري حضرتك حاجه بس يعني كمان. بص معليك، دي الميه الفطير الجديده اللي هي اللي طلعت بالكمبيوتر. بص حضرتك، انت ورقك مستوفي، انا شايف ان انت ورقك حضرتك شايف بس مستوفي. لا ازاي ورفع قضيه؟ دي ورقه من العوايد بتقول ان انا اللي ساكن في الشقه ومكلف باداء الضريبه. محمد السيد عبد العال
انا اللي ساكن في الشقه دي كانها رخصه، دي كانها كده رخصه العماره، انا المكلف باداء الضريبه محمد السيد عبد العال. هم الناس دول لو كان عندهم ورق يثبت ان الشقه دي بتاعتهم كان من القضيه الاولى قدموه، ما كانتش خدت رفض وسكوت. يا معالي النائب العام، يا معالي النائب العام، ورقي اهو وحاجتي اهي، وعيالي هيطردوا في الشارع، عيالي هيطردوا في الشارع، يعني دبروني. محامين ومحامين بتجري وكله دافع فلوس. طيب بالله عليكم انا هجري محاكم ولا اشوف شغلي ولا اشوف عيالي ولا اعمل ايه ولا اصرف على ايه ولا اصرف على ايه؟ يعني عايز حد يقول لي اعمل ايه؟ انا لو الناس دول لهم حق يجي ياخدوه وهسيب الشقه وامشي، ما عنديش مشكله. يعني لو لهم حق يجي ياخدوه. يعني مناشده اهو لمعالي النائب العام يجيبني ويجيب الناس دول. والورق بتاعي ده غير صحيح. في محامي وفي اناس، مره هيبقى مالك ومره هيبقى مستاجر، طب ازاي؟ وفي حاجه غلط، انا شايف ان في حاجه غلط، في لعبه، في حاجه غلط. يعني الساده مشاهدينا في لغز في الامر، او ده تشكيل عصابي بقى والله اعلى واعلم. ولكن هو الامر يعني اسم السلام بيقول لك احنا عرفنا الناس دول، الناس دول نصابين، عايزين نعمل لهم ملف عندنا. الناس اللي بتعمل التحريات، الناس اللي بتعمل التحريات، نرفع بقى قضايا، اجري بقى على القضايا، ولا اصرف على شغلي، ولا اصرف على المحامين اللي عايز. ما هو المحامي كده لما يشتغل عايز مرتب شهري بقى مني. طب اصرف على اولادي، ابني اللي في الجامعه كليه التمريض ربنا يخليه لي يا رب، ولا اصرف على بنتي اللي في ثانويه عامه، ولا بنتي اللي في ثالثه اعدادي، ولا بيتي اللي عايز مصاريف في ظل الحاله اللي حضرتك شايفها؟ نعمل ايه؟ يعني عاوز حد يقول لي حل قانوني للمساله دي. معالي القاضي مستشار قاضي التنفيذ في المحكمه بيقول لك انا عندي ورق. طب يا فندم الناس دول حكم العقد اللي عندهم ب 3 جنيه من المكتبه، يعني مش واخدين عليه اثبات تاريخ حتى. اسمعني انا هوضح لك، قاضي الحجز اسمه قاضي الحجز، ما يعني هو ولا قاضي فصل ولا قاضي اصدار احكام ولا هكذا، هو قاضي حجز، قاضي تنفيذ احكام، ما عندوش، ما فيش في ايده اي شيء. انا عارف ان هو والا ما كانش القاضي الاولاني اللي هو اللي خدوا عليها رفض وسقوط قال لهم قدموا لي سند الملكيه، انزل يا الخبير ينزل يشوف مين الناس دول، لانه انا متاكد انه طالما عملوها عندي اكيد عملوها عندي ناس ثانيه، فالمستشار ده عرفهم فقال لهم عايز خبير ينزل. الخبير ما بينزلش في الحاجات دي، لكن قال الخبير ينزل يبص يشوف الشقه دي فعلا ملك الناس دي ولا مش ملك الناس دي، الناس دي اصحاب الشقه دي ولا لا، هل هم فعلا مؤجرين ولا مش مؤجرين. طب انتوا لما طلب منكم سند ملكيه وطلب منكم امانه الخبير ما قدمتوش ليه في القضيه الاولانيه؟ طيب خلصت القضيه الاولانيه سنه 22، بعدها بشهر رفعوا القضيه الثانيه، خدوا الحكم، ما طلبش سند ملكيه ولا طلب حاجه عشان ما اللي هو انجاز العداله وانجاز القضاء. اداهم حكم اداها حكم بالطرد على محمد عبد العليم مش على محمد السيد صاحب الشقه. انا مش عاوز اوري لحضرتك حاجه لما جه محضر اصلا اللي هو محمد عبد العليم اللي مش ساكن اصلا اللي في الاخر طلع زوجها، عرفنا زوجها منين؟ لما رحنا صورنا الورق وطلعنا بطاقة الاثنين، طبعا بطاقة الاثنين موجودة في القضية. اتضح ان جيهان محمد حسن زوجة محمد عبد العليم متولي سالم. لما جه بعت اللي هو محضر التنفيذ في المحكمة، جه وقال يا جماعة أنا جاي عشان أعمل تحريات عن الشقة رقم 25 عشان جاي عليها حكم. مين ومين؟ اتضح ان هو قال لهم ده طلع زوجها. كاتب كده على الملف، اوري حضرتك الصوره اللي على الملف اللي عندي معالي المستشار قاضي التنفيذ، كاتب ان محمد عبد العليم طلع الزوج، والله العظيم ثلاثه. طيب انت كده ما علينا، خلاص انت وريتني بما فيه الكفايه. انا جاي اشوف حل، هل انا صاحب حق ولا مش صاحب حق؟ هل انا طب والله على كده بقى وانا ماشي اشوف اي شقه اعمل عقد ايجار بيني وبين اي واحد واخد عليها حكم واروح انفذ؟ ما هي كده ما حدش نزل نفذ عليك يا فندم. وانا معرض في اي لحظه؟ هم بتوع اسم السلام جم يعملوا تحري ليه؟ تحريات عشان بس يلبوا طلب المحكمه. لا يلبوا طلب المحكمه عشان ينفذوا، ما عشان ينفذوا يا فندم. هو التحريات دي بتتعمل هل في مشاكل اسمها دراسه امنيه، في مشكله امنيه هنا عشان يجي دراسه امنيه مش تحريات، دي دراسه امنيه. هل هتحصل مصيبه لما نروح ننفذ؟ هل اسمها دراسه امنيه مش تحريات،
مش ده عشان مقدمات للتنفيذ؟ مقدمات اجراءات تنفيذ. اجراءات تنفيذ، ربنا يبارك فيه قاضي التنفيذ. لو هو راجل مش ضميره صاحي كان راح نفذ على طول. ايه نفذ؟ لما هو قال انا عاوز اعرف الناس دول صحاب البتاعه دي، صحاب الشقه دي ولا مش صحابها. معالي المستشار محمد بذكري طالما جات لي معاليك ورقه بتقول لك ان الناس دول يا فندم مش صحاب الشقه دي، وان الشقه دي بتاعه محمد، على طول ايقاف التنفيذ. ما هو وارد ان وارد معلش ايقاف التنفيذ. ايقاف التنفيذ اي حكم بيصدر قرار من المحامي العام او السيد النائب العام، ده عشان يوقف تنفيذ اي حكم. لكن ما فيش قاضي تنفيذ هيضطر ان هو يصدر قرار بده، ما مش هينفع، مش من صلاحياته. على الاقل نوقف التنفيذ لحين الفصل مثلا في قضيه عدم الاعتداد اللي انا رافعها. يعني انا المعالي المستشار المحترم يعمل ايقاف تنفيذ مثلا لحين الفصل في قضيه الاعتداد، مش بين لحظه والتانيه الاقي واحد بيقول انتوا احتمال يجي لكم تنفيذ الاسبوع الجاي، احتمال يجي لكم تنفيذ يوم ثلاثه. قسما بالله العظيم ثلاثه هذا الكلام بيحصل. واتضح كمان في المحكمه ان احنا لما بنودي المحامي التنفيذ ورق، يعني انا مثلا وديته التحريات دي، لما المحامي بتاعي راح الملف وبص على الملف ليه التحريات دي مش موجوده في الملف؟ طب التحريات دي انا جايبها ومسلمها برقم، مش مسلمها كده، مسلمها برقم، ليه التحريات مش موجوده من الملف؟ اتاري البهوات في حد هناك معين انا عرفت اسمه كمان، ان هو لما الملف المعالي المستشار التنفيذ بيطلب الملف رقم كذا يخش له حاجات اللي تخصني بيشيلوها منه. ليه؟ عشان الراجل اللي بيدخله الملف ده يقرب للمحامي اللي رافع القضيه دي. لا دي استنتاجاتك انت. لا مش استنتاجاتي. لا 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 مش استنتاجات. بص انا اقول لك على حاجه. طيب. دي استنتاجاتك انت او دي مثلا نتائج البحث بتاعتك انت. طبعا احنا انا معاك، احنا مش مسؤولين عنها خالص. انا معاك استنتاجات. ليه الورق اللي بيخصني ويكون مهم بالنسبه لي ما بيدخلش المعالي المستشار وندور عليه في البتاع نلاقيه متلغي فين؟ في وسط الورق التاني بتاعهم هم مش بتاعنا كمان، نلاقيه مش موجود اصلا، وبعد ما يطلع الملف من عند معالي المستشار يحط الورق في الملف. يعني معالي المستشار عنده غرفه يحط بيطلب ملف رقم كذا يروح له، يتشال منها التحريات بتاعه محمد، يتشال منها العقد مثلا بتاع محمد، ويتحط الورق اللي يخصهم هم. ليه؟ عاوز افهم ليه؟ واكتشفناه بدل مره مرتين. معاك دليل على الكلام ده؟ ما انا مش هصورهم والله يا فندم، والله مش هصورهم. يبقى مش ينفع نقول حاجه ما فيش دليل عليها. والله انا بقول لحضرتك ده اللي حصل. انا برضه بوضح لحضرتك، ما انا برضه عشان نبقى ملتزمين بالسياق بتاعنا. مش هينفع نقول حاجه ما فيش دليل عليها. يا ريت معالي المستشار يسمع ويقول ان انا صاحب الشقه. معالي المستشار النائب العام، نداء لمعالي المستشار النائب العام يطلبني، وعلى اي حد يطلبني وياخد ورقي وياخد ورقهم، لو انا ماليش حق في الحاجه دي يطردني الصبح، انا ما عنديش مشكله، انما ده اسمه سكن وهدوء، انا اروح شغلي وارجع الاقي بيتي وعيالي متقفل عليهم كاني حابسهم، مراتي مش عارفه تنزل تجيب خضار، خايفه تيجي تلاقي الشقه حد ينفذ عليها، عيالي بيروحوا الكليات وبيجوا مدارس وبتاع، يعني اسمه سكن وهدوء، اسمه سكن وهدوء، ربنا انعم علينا بالصحه والعافيه، ليه ناخد نغتصب حق الناس اللي شقيان وقرفان وتعبان عشان يجيب الحاجه دي؟ الساده مشاهدينا زي ما شفتوا معانا كانت ديت وقعت منطقه السلام، دي استغاثه الاستاذ محمد. من حد ايه؟ مهدد على مدار اليوم وعلى مدار كل ساعه وكل دقيقه. معلش اضيف لحضرتك حاجه، انا اسف. اتفضل. هتضيف لي ايه بس؟ لما رحت عملت بالبطاقه بتاعتهم لقيت الجماعه دول اللي هو الراجل ده وزوجته. معلش يا فندم مش عايز اعرض ورق على الكاميرا عشان في حاجات ما ينفعش تطلع. لا مش ورق ده، انا هقول لحضرتك بس. اتضح احنا عاملين محضر، انا عامل محضر في اسم السلام بالنصب في حق الناس دول، بس المشكله ان انا بقى لما رحت عملت التحريات على بطايقهم على ارقام بطايقهم اللي انا جبتها لقيت محمد عبد العليم ده على حكم 6 شهور غيابي. حكم 6 شهور غياب. حكم بايه بقى؟ قضية تبديد حكم سير رقم 5033 جنح مصر الجديدة غيابي 6 شهور. السيدة جيهان عليها حكم شهر تسول. تسول؟ تسول حضوري. يعني اتحبست ولا؟ حضوري يعني نفذته اهو يا فندم. جابهم من على وقعت وقعة ما يعلم بها الا ربنا.
السادة المشاهدين والسادة المسؤولين، انت رسالتك وصلت. خلينا نوجه نوجه ونتضامن معاك كمان. السادة المشاهدين زي ما شفتوا كده محتاجين تعليقاتكم، محتاجين مشاركتكم معانا بالرأي، ومحتاجين ان في مسؤول يشوفنا، السيد النائب العام، ان هو يستجيب للاستاذ محمد، لان شويه ودموعه هتنزل قدام. هي نزلت اساسا، شد حيلك واهدى والموضوع كله هيتحل. انا بشكركم جدا مشاهدينا، محترمين زي حضراتكم كده، ان شاء الله احنا مش خايفين يعني، ان شاء الله. بشكركم جدا مشاهدينا على المتابعه الجيده. شكرا مشاهدي ومتابعي صدى البلد. شكرا مشاهدينا.